النهاردة، السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنبدأ مع بعض ناخد آخر محاضرة في مادة القياسات. احنا خدنا المرة اللي فاتت الكومبارتورز، خدنا بالتفصيل الميكانيكال كومبارتورز، وحضرتك هتذاكر الادفانتج والديس ادفانتج بتاع الانواع التانية غير الميكانيكال كومبارتورز، وخدنا الاوبتيكال ميكانيكال برضو بالتفصيل حضرتك هتذاكرهم. النهاردة هناخد المحاضرة الاخرية، ودي بتتكلم عن السورسز بتاع الايرورز، مصادر ايرور اللي ممكن تحصل في عملية القياس. في 5 مصادر زي ما انتم شايفين كده: سورسز اوف ايرور ميجرمنت، الاستاتيك ايرور، اللودنج ايرور، انفايرمنتال ايرور، والدايناميك ايرور، والكاركترستيك ايرور. عندك هنا الاستاتيك ايرورز، لو قلنا عن المصادر بتاع الاستاتيك ايرورز، دي اللي بتصدر عن الاخطاء اللي بتحصل اثناء عمليه القراءه، والاخطاء الكاركترستيك ايرور هنشوفها بعد شويه، والانفايرمنتال ايرور. ده اول بالنسبه لك، اول نوع انفايرمنتال ايرور بالنسبه لك هي الاخطاء اللي بتحصل في عمليه القياس نتيجه ان درجه الحراره مش مظبوطه، البريشر، الرطوبه، في اهتزاز، في اشعاعات، كل الظروف المحيطه لو ما كانتش ظروف قياسيه حسب مواصفات الجهاز وحسب مواصفات المواصفة القياسية اللي انت بتشتغل عليها في عملية القياس بينتج عندك ايرور بنسميه environmental ايرور. عندك في كمان نوع تالت الكاركترستيك ايرور. الكاركترستيك ايرور ده يعني بيحصل عندك ديفيجن في القراءات عن القراءات اللي انت متوقعها، يعني هو بيقول لك it is the deviation of the output of the measuring system from theoretically predicted performance. يعني انت الجهاز بتاعك انت مشغله متوقع قراءة معينة، بس القراءة اللي هو بيديها لك ما بيديها لك شيء سليمة، وده ممكن يحصل نتيجة high stresses، نتيجة repeatability resolution ايرورز. ده كله ممكن خلاص انت حضرتك بتحصل الايرورز ده بنسميه كاركترستيك ايرور، يعني الهاي ستريسز والريبيتابيليتي، مفيش ريبيتابيليتي في الجهاز، في ريزوليوشن ايرور، كل ده بيندرج تحت الكاركترستيك ايرورز، وهي عدم مطابقه الابعاد اللي انت واخدها من عمليه القياس للابعاد الثيوريتيكال اللي انت متوقعها. اللودنج ايرورز، اللودنج ايرورز ده بيحصل نتيجة انك انت بتعمل عملية قياس، وعملية القياس دي فيها تحميل، يعني انت بجايب مثلا سوفت ماتيريال وحطيتها تحت الستايلس، ونتيجة ان المادة دي سوفت فحصل كونتاكت كبير ما بين الماتيريال دي والستايلس، فده بيديني ايرور بسميه خلاص اللودنج ايرور. يعني وانت بتحط الستايلس على الشغلانة نتيجة ان المادة سوفت فانت حصل عندك انبعاج في الشغلانة. في عندك كمان الديناميك ايرورز. الديناميك ايرورز ده بيقول لك ان بيحصل عندك فاريشنز برضو في القراءات. ليه الفاريشنز دي؟ علشان في انيرشيا موجودة، خلاص الانيرشيا دي طبعا بتبقى موجودة في الاجهزة الميكانيكية، في عندك دامبينج، في عندك فريكشن يحصل ما بين الشغلانة والجهاز، فده كله بينتج عنه حاجة اسمها دايناميك ايرورز، وده بينتج لي ان القياسات بتاعتي ما بتبقاش عندي مطابقة للقياسات الصحيحة. عندك هنا كمان في نوع تاني الاستاتيستيكال كلاسيفيكيشن اوف ايرور. لو احنا عاوزين نعمل استاتيستيكال كلاسيفيكيشن اوف ايرور هنمشي كده، هنقول ان الايرورز فيها نوعين: كنترولبل ايرورز وراندوم ايرورز، نوع اقدر اتحكم فيه ونوع ما اقدرش، عشوائي ما اقدرش اتحكم فيه. الانواع اللي تقدر تتحكم فيها ايه الاسباب بتاعتها؟ عندك الكاليبريشن ايرورز، انت ما عملتش كاليبريشن فممكن تحصل عندك حاجة اسمها خلاص كنترولبل ايرور تحت نوع الاستاتستيكال كلاسيفيكيشن. في عندك الامبيانت كونديشنز، دي لو انت برضو دي بيأثر فيها عندك درجة الحرارة بشكل كبير. عندك الستايلس بريشر، طبعا البريشر بتاعك، الستايلس بتاعك اللي انت بتستخدمه فيه بريشر معين لازم يبقى ما بين الشغلانة وما بين الجهاز، لو زودت عنه ده بيسمي ممكن يعمل لي لودنج ايرور زي ما احنا شفناه قبل كده. في عندك افيدبل ايرورز كمان تحت، اقدر اخدها تحت الكنترولبل ايرورز، ان انا اقدر اتحكم في الايرورز دي واتجنبها، زي الباراليكس. الباراليكس ده يعني ده عيب بينتج انك انت لما بتيجي تعمل عملية القياس ما بتبقاش اتجاه النظر بتاعك عمودي على
القراءة نفسها زي ما هنشوف بعد شوي، فده بينتج عندك عيب اسمه باراليكس. طبعا بالإضافة لبعض الحاجات التانية حضرتك هتبقى تولى تقرأ. في عندك الراندوم ايرورز، ودي حاجات عشوائية بتحصل، انت ممكن بتحصل من الابريتورز ايرور، العامل اللي بيعمل عملية القياس مش مدرب كويس، عملها بطريقة عشوائية. في عندك بعض small variations في البوزيشن بتاع الستاندرد سيتنج بتاع الستاندرد والورك بيس، وبرده ممكن يحصل بعض الانحرافات للليفر جوينتس بتاعتك في الميجرنج انسترومنت، او اهتزاز بسيط، كل ده بنسميه راندوم ايرورز. طيب دي انا عندك قلنا الكنترولبل ايرورز دي حاجات انت ممكن تتحكم فيها، انت ممكن تتغلب عليها، اما الراندوم ايرورز دي حاجات عشوائيه انت بتعمل لك اعاقه شويه في عمليه القياس، انك انت ما بتاخدش بالك منها. في ايرورز نسميها likely to creep in precision، يعني ايرورز بتخلي البريسيشن بتاعت الميجرمنت مش دقيقه. تعال نشوفها كده، برضو هتلاقي انواع الايرورز بتتكرر بس تحت عناوين تانية. الافكت ستوب انفيرومنتال تمبريتشر دي احنا خدناها قبل كده في الانفيرومنتال ايرور، طبعا الاير والسان لايت وكمان الهاندلنج ده كله بيعتبر انفيرومنتال ايرور، وبقدر اصنفه تحت الايرورز اللي بتعمل لايكلي تو كريب ان بريسيشن ميجرمنت. في عندك كمان effects of support، لو انت بتستخدم القطع كبيرة او work piece الاطوال بتاعتها طويلة جدا وبتعمل لها support وبتيجي تقسها، ده ممكن يحصل عندك برضو errors. في عندك ال effects لل alignment بتاعتك، انت المفروض هنا في انت عاوز تقيس الطول ده، انت عاوز تقيس الطول ده بس حطيت المسطره بالوضع ده، وبالتالي الوضع الانسترومنت اللي انت استخدمته في القياس الوضع بتاعه خطا، وبرده هنا الدايل انديكيتور او ساعه القياس دي المفروض تتحط بوضع عدل، انت حطيتها في الوضع فعملت لي كوزين ايه كوزين ايرور. في عندك افكتس في الاينمنت دي برده الادمه، المفروض ان حضرتك الفكين دول يبقوا بالمنظر ده موازيين، ممكن يحصل لهم ده الايرور بتاعهم لو حصل لهم انبعاج. نفس الحكاية هنا، المفروض ان هما دولت يبقوا على نفس الخط، فممكن حضرتك ما يبقوش على نفس الخط ويسببوا لعندك ايرور. في عندك الـ effects of dirt، طبعا خلاص التأثير بتاع الاتساخ زي بعض وجود بعض الاتربة اللي حضرتك انت ما بتنظفهاش او ما بتحافظش على الجهاز زي ما هو حطولة في الكتالوج قبل الاستخدام وبعد الاستخدام تعمل ايه، وبالتالي بيخلي فيه بعض الديرت اللي بتأثر في عملية القياس. errors due to vibration، طبعا vibration اي عملية اهتزاز بتأثر على عملية القياس، وعشان كده لو انت بتعمل عملية قياس جنب طريق يفضل انك انت تستنى لما الطريق ده يفضى علشان عملية القياس بتاعتك تبقى مظبوطة. هو الميتيرولوجيكال افكتس دي نتيجة عندك السيرفيس رافنس بتاع الجيج بتاعك اللي انت بتستخدمه، المفروض انت تبقى عارفه السايز والويت بتاع الورك بيس ده كلها، خلاص ميتولوجيكال افكتس بتأثر على والجيج ماتيريال، ممكن تأثر برضو على عملية القياس. في عندك كمان هنا الايروز ديو تو ديفليكشن، طبعا هنا الستايلس بتاعك انت حاطط الستايلر والورك بيس، وطبعا هنا الورك بيس بتاعتك سوفت فحصل ديفليكشن بالطريقة ديت لان في بريشر زياده. في عندك لوزنس، اللوزنس انت في الحاله دي انت ضغطت شويه كتير، اما في حاله تانية انك انت اصلا ما ضغطتش بالدرجه الكافيه عشان عمليه القياس، وبالتالي ده بنسميه ارتخاء او ليونه، ده ايروز ديو تو لوزنس، وده رقم 9 في الايرورز لايكلي تو كريب ان بريسيشن ميجرمنت. والايرورز طبعا ديو تو وير، اي وير بيحصل
في الستايلس او الاجزاء الميكانيكيه اللي بتعمل تلامس مع سطح الشغلانه اللي انا بقيسها، طبعا بيأثر لي على الدقه وبيعمل لي ايرور في عمليه القياس. ايرورز ديو تو لوكيشن كمان بالشكل اللي انت شايفه ده، اللوكيشن طبعا بتاعك مش مظبوط، لانك انت المفروض دي انت بتقيسها ومحطوطه عدله، فعشان وجود ديرت طبعا هو مكبرها شويه، الديرت دي انت مش شايفها، فبتعمل ايرورز في اللوكيشن، ايرورز في القياس بتاعتك ديو تو اللوكيشن خطأ. منين؟ ان في ديرت تحت مين الجزء المراد انت عاوز تقيسه. طيب في عندك ايربالاليكس، وده مهم جدا وتسأل عليه في سنة ثالثة. لا، المفروض انت بتقيس، انت عاوز تقيس في دي القراءة، ما تبصش من الجنب هنا او من الجنب هنا، المفروض تقيس عمودي على الجنب ده. طيب في عندك ايروز بور كونتاكت، طبعا ما جيش انا عاوز اقيس الجزء ده واروح اجيب الانفل بتاعي بالمنظر اللي انت شايفه ده، ده ايرور طبعا، لانه مش عامل تلامس على الكونتاكت على الشكل الكيرف بتاع الورك بيس. كل دي خلاص ايرورز، وممكن اطلب منك في الامتحان ان انا اشرح لك، اقول لك الايرورز لايكلي تو كريب ان بريسيشن ميجرمنت مع الرسم. احنا دلوقتي عندنا وصلنا لنوع ال 14 امبريشن اوف ميجرنج ستايلس. الستايلس بتاعك بيعمل الشكل بتاعه اللي هو كيرف، بيعمل نفس الشكل فين في الورك بيس، فده طبعا بيعمل لي ايرورز. كده انا خلصت لكم الانواع بتاعه الايرورز، ودي بيجي كده كده هيجي عليها سؤال في الامتحان. ارجو ان حضراتكم تغيروا نظام المذاكره دلوقتي للاسئله المقاليه، علشان انت في الامتحان هتكتب في ايديك، اي انزل لك طبعا اربع اسئله هتجاوبهم، وبعد ما تجاوبهم بخط ايديك هترفعها يا كفايل يا صورة على نفس الموقع اللي انت خدت منه الامتحان، بإذن الله يا شباب، وبالتوفيق.